واحدة من التجارب من السيارات اللي خذيناها على اساس ان نسوي فيها منتج اللي هو اويل انجن ستوب ليك، مانع تسريب زيت المحرك. عندنا سوناتا 2008 2.4 فيها ليك شديد جدا، اظني واضح هنا الليك، من قوة الليك تقريبا واصل الى هذه المنطقة. فصاحب السيارة يضيف تقريبا لتر خلال 3 إلى 5 أيام، فراح نستخدم مع المنتج. صاحب السيارة من معبيلة فيداوم بالسيارة يوميا إلى القرم، فراح نعمل معه اللي هو انجن اويل ستوب ليك دايركت في الماكينة. هذا هو المنتج، إن شاء الله مشكلة الليك تنحل، وراح نرجع لك إن شاء الله صاحبنا بعد أسبوع بإذن الله وناخذ عندك. السوناتا 2008 رجعنا لها بعد 3 أسابيع استخدمنا فيها انجن اويل ستوب ليك، ومعنا صاحب السيارة خبرني وش اللي لاحظته فرق في السيارة. قبل أن استخدم المنتج كنت ازيد الاويل ماكينة كل 3-4 أيام، لكن بعد استخدام المنتج ما نقص الاويل، ظل مثل ما هو فول. فهنا تقريبا الاويل، هذا هنا ما اويل، هنا موجود الاويل. فالسيارة سيلات السيارة رجعت الى حالتها الطبيعية.